تحية طيبة لكم متابعينا على أثير إذاعة أمواج وقناة أوغاريت من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من بخدمتكم، وهي مخصصة للحديث عن واقع المخابز في اللاذقية. يسعدنا بداية أن نرحب بالأستاذ سومر مخلوف، مدير فرع السورية المخابز باللاذقية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. طبعا واقع المخابز يمس يعني كل الشرائح بالمجتمع، يعني كونه الغذاء اليومي أو جزء من الغذاء اليومي لعموم الناس. بداية، آلية الرقابة على عمل المخابز بشكل عام كيف تكون من قبل إدارة السورية للمخابز؟ بداية نترحم على شهداء جيشنا العربي السوري الباسل، وتحية إكبر وإجلال لرجال الجيش العربي السوري الباسل، وكل المحبة والولاء لسيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. آلية الرقابة على عمل المخابز هي كلمة الرقابة هي كلمة يعني كبيرة، بمعنى أن الرقابة على عمل المخابز تخص كل من يعني كل أصحاب العلاقة في نعم إدارة المؤسسة. نعم نعم نعم، يخص كل من يتناول هذا الرغيف، بمعنى أنه يخص إدارة المؤسسة السورية للمخابز فرع اللاذقية، ويخص جميع الأجهزة في المحافظة والمواطنون أيضا. بمعنى المواطن أيضا نعم شريك رقيب وشريك، لأنه عندما يكون هذا المواطن أو عندما يتناول المواطن رغيف الخبز يساهم برأيه معنا بالرقابة على هذا الرغيف وعلى عمل المخابز. طيب، يعني بعض الأقاويل تقول أنه تختلف جودة رغيف الخبز من مخبز لآخر. ما هي الأسباب؟ يعني نفس الإدارة، نفس الكوادر، نفس التجهيزات، حتى المواد الأولية هي ذاتها، إذا كان الخميرة أو الطحين أو المكونات الأخرى. صحيح صحيح. شو هو السبب الاختلاف بالجودة من مخبز لآخر؟ هلا في الفترة السابقة كان هناك عندنا عدد كبير من المخابز تعمل بخطوط قديمة. خطوط قديمة. من حوالي ثلاثة أشهر إلى الآن تم تحديث جزء كبير من المخابز في محافظة اللاذقية. وبقي عندنا حوالي من ثلاث إلى أربع مخابز لم تتحدث خطوط سيرها. ويدخل أيضا في جودة الرغيف تصنيع وطريقة نقل والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الرغيف، كل ذلك يعني المخابز اللي تم تحديثها صافي عند جودة، المخابز القديمة ممكن يكون في عقبات، ممكن خطوط السير القديمة والآن دخلت بالخطة، وباقي عندنا مخبزين أو ثلاثة في محافظة اللاذقية ستتحدث قريبا. طيب، يعني أستاذ سومر، يعني إذا كان في مخبزين اثنين محدثين يفترض تكون الجودة متقاربة، صحيح، ما يكون في اختلاف. صحيح صحيح صحيح. طيب، في يعني الفريق الميداني من المركز نزل وأخذ آراء الناس بموضوع جودة الخبز لحتى نسمعها سوا ونشوف آراء الناس بالخبز وبنرجع تابع مستمعينا ومشاهدينا هذا الاستطلاع للزميل جعفر صالح وراجع. لا انا بعرف
بالفرن اللي عمال اخده خبز بجنن ليك مع قدامك رائع. باقي الافران صراحه ما بعرف، بس الناس عمال تشكي يعني، اغلب الناس عم تشكي. مثلا عندي اخواتي موطين البطاقه بفرن دمزرخو سيء جدا يعني، للمسا ما عاد يلف. خلينا نحكي بشكل عام عن الخبز بمحافظه اللاذقيه، انت كمواطن رضيان عليه؟ طبعا بالحي تبعنا هون ممتاز، عم ناخذ من هون الفرن دمزرخو. بعيدا عن هالحي، عم نحكي بمحافظه اللاذقيه. والله انا بسمع الحكي انه بعض العالم عم تشكي من الخبز، عم تشكي منه انه ما كويس. معلم شو ما يصير يعني، مثلا المتعهد مثلا عم بيجيب الخبز الساعة مثلا 5، عم تيجي العالم تاخذه 7:30 8، بده يكون شوي يعني فوق بعضه الخبز مكوم يعني. ما بيصير انه مثلا لو تيجي العالم مثلا تستلمه ممتاز الخبز. الخبز كويس وما بينحكى عليه، بس كل يومين ثلاثة بتعطل. وهالأزمة هاي في خبز بيتاكل 2 3 ساعات وبينكب، هذا كويس بضل معنا لتاني يوم. بكم من جديد استاذ سومر، يعني في اراء ايجابيه وفي بعض الملاحظات. احد المواطنين تحدث عن مخبز دمسرخو. نعم. في يعني احيانا مشكله بالمخبز انه ممكن تؤدي الى خبز بمواصفات غير جيده. هلا لك شغله، نحن عندنا بالمخابز سجلات خاصه بالمعتمدين. تمام. هذه السجلات بيوقع عليها المعتمد عندما يستلم مخصصاته من الخبز، يوقع على هذا السجل باستلام خبز ذو جودة ممتازة ووزن ممتاز. تمام. لكن أحيانا آلية النقل بالنسبة للمعتمدين طول مدة النقل، آلية النقل، آلية تسليمها للمواطنين، هذه كلها تلعب دور بجودة الخبز. حيث أنه جودة الخبز تتراجع عندما يتكدس الخبز فوق بعضه. فوقت المعتمد بيطول لحتى يسلم المواطنين مخصصاتهم من الخبز وبيكون مكدس الخبز فوق بعضه، هذا بيخلي الخبز تتراجع جودته بسبب المدة الزمنية الطويلة ليسلمه للناس. طيب. أما خروجه من المخبز عم يكون دائما يعني من خط الإنتاج للمعتمد عم يكون بالجودة والنوعية الممتازة والوزن الممتاز، حتى هو عم يوقع عنا على سجل أنه استلم خبز بنوعية وجودة ممتازة. طيب. نعم. المعتمد لما بده ينقل الخبز. نعم. من اي مخبز لحتى يبيعه للناس. نعم. مين الرقيب عليه؟ الرقيب عليه هو وقت اللي بياخذ الكميات. نعم. الخبز وبيحطها بهالسيارات. هلا نحن مألزمينه بقرار من السيد الوزير ومتابعه من السيد المدير العام واشرافنا نحن، انه المعتمدين ما بنسلمهم خبز إلا بيكون معهم صناديق مخصصة لنقل هذا الخبز ويوضع. ووقت استلمت إدارة أنا مؤسسة فرع المؤسسة السورية للمخابز في اللاذقية، وجهت بأنه الصناديق يوضع فيها 5 أكياس فقط مشان الخبز. 5 أكياس مشان الخبز هون بهالحالة، وبجيب سيارات نقل مخصصة لهالموضوع. كل معتمد هو عنده عدد معين من رطاط. نعم. الخبز. نعم. بحسب المسجلين. نعم. عنده كبطاقات. نعم. مو هيك؟ نعم. طيب لنفترض أنه شخص عنده 1000 بطاقة. نعم. 1000 بطاقة يفترض أنه تقسيم 5، يعني 200 عبوة بلاستيكية. نعم. صندوق. نعم. في حال عدم توفر هاي العبوات البلاستيكية وبده ينقلها، مين الرقيب عليه لحتى نضمن وصول هالخبز اللي يعني من المخبز عم يطلع بشكل جيد؟ مراقبة. هلا نحن طول فترة وجوده ضمن بناء المخبز أو حرم المخبز بيكون نحن تحت إشرافنا هذا الموضوع. أما إذا انتقل خارجا تعدلت هل طريقة نقل الخبز أو خفف من هون أو وزع لهون، فهذا بيخضع لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك. عم حكي أنا هلا داخل. نعم. داخل المخبز داخل في حال ما توفر معه عدد صناديق كافية ما مستلم، وكان عم يكون فيه بالصندوق أكثر من 5 طاقات ما بس ما نحن ما بنسلمه لحتى يكون عدد صناديقه متوافق مع مخصصاته. لا يمكن 100%. 100%. بكل المخابز. المخابز الآلية والخاضعة لنظام الإشراف. نعم. نعم. هذا جانب. الجانب الآخر بيتعلق بموضوع إنه هون في قرار من السيد الوزير، ما في إنه إذا وجد أو لم يوجد. ما ممكن. نحن ألزمنا المعتمد بعدد من الصناديق يتناسب
مع كميته المخصصة من مادة الخبز. طيب حضرتك كمدير فرع سوريا المخابز ما موجود بكل دقيقة وبكل ساعة بكل صحيح. المخابز وهذا شيء صحيح. طبيعي صحيح. ما قادر تكون بكل المخابز صحيح. طيب إذا كان في تساهل في يعني من إدارة مخبز ما وسمحوا أنه المعتمدين يأخذوا الكميات بعدم وجود صناديق كافية ووصل الخبز بشكل سيء للمواطن، هون المواطن شو يعمل؟ لما أنا بيكون عندي معتمد مثلا موجود بحي ما وعم يجي المعتمد عم يجيب لنا خبز سيء مكدس بطريقة غير نظامية، هون بيتصل مباشرة مع جهاز مثل ما قلت لك بكل محافظة يوجد مديرية اسمه مديرية حماية المستهلك التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي بتطبق القانون اللي صادر بالمرسوم رقم 8، بتطبق في له إجراءات بتطبقها بحق المعتمد، توصل للسجن والغرامة المالية. فالأخ المواطن بيتصل مباشرة مع مديرية التموين وهن بياخذوا إجراءاتهم بحق هذا المعتمد. نحن كمثل ما قلت لك كمديرية أو كمؤسسة سورية للمخابز معنيين بإنتاج رغيف بجودة ممتازة وبوزن ممتاز. أما المخالفات فردعة على عاتق مديرية التموين. طيب موضوع وقت تسليم الخبز ايضا عم يعني في بعض الشكاوى الوارده اللي نقلوها ناس، وبعد سؤالهم للمعتمدين تحدثوا المعتمدين انه نحن عم ننتظر كثير لحتى يتم تسليمنا الخبز، واحيانا الخبز عم يكون موجود بالمخبز ومر عليه وقت لحتى نحن نرجع نوصله. هذا الموضوع كيف يتم حله؟ هلا الله يخليك، نحن عندنا دور لكل معتمد من الساعه كذا للساعه كذا، يعني المعتمد دوره 1 2 3 4 5. احيانا بصير عندنا عطل باحد خطوطنا، بتعرف انت عم نعمل على مدار الساعه، فهالعمل على مدار الساعه بهالحراره وبهال بتعرف انت نحن كمان موضوع التجهيزات والكذا بتعرف يعني الحصار والمواد ونوعيه المواد بتاثر هالموضوع، احيانا بيخرج عنا خط عن الخدمه. طبعا هي بحالات نادره، اما طبعا اما هو بالاصل يعني ما بيكون في تاخير، ما في تاخير اذا ما في عطل ما في تاخير، منظم الاوقات. نعم منظم الاوقات، بس مثل ما قلت لك احيانا في مخابز نحن بيردفنا القطاع الخاص المخابز الخاصه، اعطال المخابز الخاصه وقت بيعطل مخبز خاص بيحولوا معتمدينه الى مخابز الدوله. طيب هذا الموضوع بيصير يعني بتعرف انت بدال ما عم نشتغل مثلا نحن لعشر معتمدين بنصير بدنا نشتغل لعشرين معتمد، وهذا كلياته بده وقت، انت لحتى تنتج الرغيف بجوده وكذا بده وقت، لحتى ينعجن بالعجانه بده 15 دقيقه مثلا، العجنه الوحده بدها من 15 ل 20 دقيقه، بالاضافه لمروره بخط السير لبيت النار، هذا كله بده وقت. فنحن وقت بيزداد عدد المعتمدين بيكونوا محولين من مخابز خاصه واحيانا من مخبز دولي ثاني، بيكون عندنا نحن مخبز دولي مثل مثلا عندنا بسناده هلا حاليا خارج في احد الخطوط خارج عن الخدمه، فعم نغذيه من مخبز المزيره. فبتعرف انت عم نبعث السياره على مخبز المزارع تحمل الخبز كميه المعتمدين وتجي، هذا كلياته بده وقت. نحن كيف عم ننظم؟ احيانا بالليل عم نبعث السياره الساعه 2 و3 بالليل تحمل الخبز وتجي، فنحن تاخير المعتمدين عم يكون حصرا نتيجه الاعطال مو اكثر ولا اقل. نعم. طيب في معنى اتصال ناخذه الاخ مجد، تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا استاذ معتن انت اكثر من استطلاع واكثر من مره وطلعت كاميرا التلفزيون وصورت ووثقت انه في نقص في ربطه الخبز، الدوله عم تدفع مليارات المليارات المليارات اثار ربطه الخبز 1100 غرام، اتحدى اذا في مخابز الدوله طبعا هي بتعطيك على الغرام، المخابز الخاصه عن تعطي يعني في احسن الحالات تشتري الربطه بتكون 800 غرام 600 غرام 500 غرام، يعني عم تسرق ما يعادل 40-50% عم تروح من حق المواطن، ما بيستعمل الميزان في عمليه البيع. يعني انا من زمان كان اذا كان نقص ولو 50 غرام الخبزه يصمنا نصين ويكمل الوزن. نعم. فما بالك هو لا يستعمل الميزان في عمليه حق موضوع الفيديو. الميزان هو حق بشكل مستحيل. نعم. الحل او عصيه على الحل او ما. نعم. بيقدروا وما تقول لي الله يخليك حدد لي مخبز، يعني 90% من المخابز الخاصه عم تكون ناقصة الوزن وراحت الكاميرا وسقت هذا الشيء وبنضل بنشتكي وبنقول والدوله عم تدفع المليارات وهالمليارات عم تروح لجوه. تمام وصلت الفكره، وصلت الفكره اخي مجد، اهلا وسهلا فيك. استاذ سومار يعني
المواطن عم يطرح موضوع معه حق فيه. نعم. موضوع الميزان. نعم. موضوع الميزان في المخابز الآلية، مخابز الإشراف. هل هو المخابز الخاصة بنحكي مع مديرية التجارة الداخلية؟ هل هو حكى على المخابز الخاصة؟ كان عم يقصد المخابز الخاصة إذا انتبهت بحديثه. نحن عندنا 19 مخبز. 19 مخبز بين إشراف وآلي. طيب. موضوع الوزن، وزن الربطة السبع خبزات 1100 غرام. والكيس طيب موجود متعارف ميزان يعني عم يكون نعم. مو نعم مطلوب يكون موجود ميزان بكل مخبز، موجود ميزان خاص أو ميزان للقطاعة بسموها قطعة العجين، وميزان لربطة الخبز، وهذا أمام المواطنين عم يكون هلا أمام المعتمدين. هلا بدي أقول لك شغلة، نحن مشان تعرف كانت ظاهرة كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين وكذا، تم أخذ إجراء من الوزارة باعتماد نظام المعتمدين والأكشاك مشان تخفيف الازدحام عن طاقات المبيع. أنا هلا رح أجي لهالموضوع هذا. فنحن صار الميزان موضوع، فكونه سكرنا طاقات المبيع، طبعا عم بحكي بس في المدينة، بالأرياف لسه طاقات المبيع موجودة. نعم. بالمدينة تسكرت طاقات المبيع وصار في معتمدين، المعتمدين عم يفوتوا لداخل المخبز ياخذوا مخصصاتهم، فعم يكون الميزان أمامهم. ومثل ما قلت لك، نحن عندنا سجل بكل مخبز بيوقع المعتمد انه هو استلم خبز بالجودة الممتازة والنوعية الممتازة والوزن الممتاز. ما بيستلم، نحن ما فينا نلزمه انه يستلم هاي الكمية، ما فينا نلزمه بانه يستلم كمية ما أنا بالمواصفات المطلوبة. يعني اليوم اذا طلعنا على اي مخبز آلي او بنظام الاشراف بيكون الوزن مثالي، بيكون موجود ميزان، بيكون موجود ميزان، موجود دائما ميزان. دائما ويتم استخدامه، ويتم قبل استخدامه للمعتمدين. نحن الرقابة اللي تفضلنا وحكينا انا وانت فيها ببداية حديثنا، الرقابة، بنرجع لموضوع الرقابة. الرقابة وقت قلت انا كل من يتعامل بالرغيب هو رقيب معنا، بمعنى المواطن وقت اللي بيستلم خبزات وناقصين بده يخبر، مزبوط الحكي؟ طيب. يخبر جهاز مديرية التموين اللي هي مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية، بده يخبره انه في انا استلمت ربطة الخبز ناقص الوزن، ما فيها جودة، ومثل ما قلت لك بيطبق عليه للمخالف ما ينص عليه المرسوم 8، والعقوبة رادعة وشديدة وبتوصل للسجن. يعني هذا الموضوع ما فينا نحن ابدا الا نلتزم، لانه جهاز مدير التموين دائما عم تعمل جولات وعم تزين الخبز وعم تشوف وعم تتاكد من الموضوع هذا، بالاضافه للسجل اللي نحن عاملينه للمعتمدين. طبعا هي دعوه لكل مستمعينا. نعم. مشاهدينا. نعم. يعني كل من عنده ملاحظه على وزن ربطه الخبز بامكانه يستخدم ميزان، يتاكد من الوزن النظامي. نعم. ويراجع بهذا الخصوص، يقدم شكوى. او عندنا كذا موظف حاليا بالقضاء وبالسجن من موضوع نقص الوزن والجوده. يعني الموضوع كثير صعب، يعني موظفينا عم يحاولوا قدر الامكان الانتاج بالجوده الممتازه والوزن الممتاز. هلا هي في 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 قضاء بالموضوع وخسارة وظيفه. نعم. الشكاوى اللي وردت للبرنامج اغلبها عم تركز على موضوع المخابز اللي عم تشتغل بنظام الاشراف. نعم. يعني المخابز الاليه. نعم. هي نادرا ما يكون في مشاكل. نعم. بالوزن، ولكن المخابز التي تعمل بنظام الاشراف عم يكون في، حسب الشكاوى اللي وردت للبرنامج، عم يكون في بعض الإشكاليات ببعض المخابز وبدها متابعة. بنتابع بهذا الحديث بس لناخذ اتصال. تفضل. نعم. أخي أبو نغم. الله يسعد لي أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. الله يخلينا. أستاذ الكريم، أنت مشكور على برنامجك، بس نحن المعارك اللي تضل دائرة بين التاجر وبين الحكومة وبين الأفران يعني من أول الأزمة لهلا، وأنتم مشكورين. نعم. ما تتم الإضاءة على كل المشاكل. نعم. بس أستاذ الكريم ما في حلو، يعني اليوم مشكلة النقل ما انحلت، موضوع الخبز والتلاعب فيه ما انحل، الأسعار ما انحلت، يعني ما في غير إضاءة وعدم استجابة. هلا واجب الإعلام أخي أبو نغم، يعني نحن ما بنقدر نحل المشكلة، تماماً بس تماماً نحن أستاذ. بنذكر بالمشكلة، بنضوي عليها، هذا واجب الإعلام. أنا معك. يعني ما بإيده يعني موضوع تنفيذي لحل أي مشكلة، لا بالنسبة للأسعار، لا بالنسبة للزراعة، للصحة، لأي موضوع، للمخابز، لأي موضوع ما بإيده الحل، ولكن واجب الإعلام دائما الإضاءة والتذكير والإلحاح على موضوع الملاحظات الخدمية الموجودة في أيامك. طيب نحن أستاذ الكريم، نحن عنا أعضاء مجلس الشعب مسؤولين عننا كشعب. نعم. يعني نحن منضل ضحي بكل هالمعارك المتصير وبكل هالمسرحيات المتتقدم. أنا هلأ جبت ربطتين الخبز، هدون المفروض يكون وزنين،
اقل شيء 2200 غرام، صح ولا لا؟ طبيعي. والاستاذ بيعرف. صحيح. اقسم بالله حطيتن على الميزان وهي ما اول مره يعني. 1200 غرام و10 غرامات. نعم. 1200؟ 1200 و10 غرامات. الاثنين؟ الله وكيلك، 1200 ربطتين 14 خبزه. نعم. من وين بالله؟ استاذي استاذ الكريم. بالدعتور وعند اي معتمد وباي فرن، حتى الافران نفسها اللي نعم. بالدعتور المتغذي المعتمدين هن ما يجيبون، يعني هي ما مشكله المعتمد اكيد. نعم. هي ما مشكلته يا المعتمد، هي ما تجيبوا له هي ما ياخذها. وفي افران من الريف ما يعطون، الوحيدين الملتزمين بوزن الربطه هي الافران الدولي فقط. نعم. اما باقي الافران استاذ، وانا باكد لك خلي تطلع دوري على اي فرن. انا باكد لك هاي الربطه استخدام زوجتي ما تفتح على الربطه. بس استاذ هو عم يحكي عن المخابز الخاصه، ما عم يحكي الخاصه تماما. خاصه ما عم يحكي عن مخابز الدوله. لا 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 لا، مخابز الدوله نظاميه. انا ما احكي على الافران الخاصه. تفضل. وبس تحكي بيقول لك انا مشتري مازوت حر، انا اليوم الكيس ارتفع 10 اضعاف، انا عندي عمال، انا عندي التزامات، انا اذا ما عملتك ما بيوفي معي. طيب لأيمت نحن ما نضل ضحية. طيب وصلت الفكرة أخي. وما بتوفي معه. أبو نغم وصلت الفكرة. أستاذ مازن إذا فيك بتترك يعني أو بتبعت رسالة للبرنامج أو بتترك تحت الهواء أسماء المعتمدين اللي حضرتك أو المعتمد اللي عم تأخذ من عنده خبز. طيب ماشي. في شيء كان أستاذ مازن أنا بدي أحكي شغلة. المؤسسة السورية للمخابز هي بفرع اللاذقية تحت إشرافها وإدارتها 19 مخبز. نعم. المخابز الخاصة نحن ما قلنا علاقة فيها. لمديرية التجارة الداخلية. هي لمديرية التجارة الداخلية. المخابز اللي تعمل بنظام الإشراف عددها 8. نعم. وعدد المخابز التي تعمل بنظام الإدارة عددها 11. طيب. هدون نحن تابعين عليها بكل بسلبياتها وبإيجابياتها. هدون نعم. تابعين لإلنا. أما المخابز الخاصة المنتشرة بالمحافظة كلياتها هي مراقبتها و و و وتطبيق يعني آلية عملها كلها مسؤولة عنها مديرية التموين، ولكن نحن ما قلنا أي سلطة عليها. طب سيتم التواصل مع مديرية التجارة الداخلية. كل الشكاوى اللي صارت كل الشكاوى اللي صارت كانت على المخابز الخاصة وليس على المخابز هلا في شغلة أحيانا عم تضيع على المواطن. المخابز الآلية، مخابز نظام الإشراف، مخابز خاصة. نعم. المخابز الخاصة واضحة والمخابز الآلية واضحة. صحيح. المخابز بنظام الإشراف في بعض المواطنين عم يفكروها مخابز خاصة كونه في شخص مستثمر. صحيح. في بعض المواطنين ما عم بقول أنا الكل. الرسائل يعني بعض الرسائل اللي وردت بخصوص نظام الإشراف عم يحكوا أيضا عن موضوع الوزن. المخابز الآلية ما وصلنا شكاوى بخصوص الوزن، أما المخابز الخاضعة لنظام الإشراف في شكاوى طبعا مو على كل المخابز أكيد. على جزء من المخابز أنه في عنا مشكلة بموضوع الخبز أو المعتمد. يعني أنا مثلا عندي معتمد بالحي بعرف أنه عم يجيب من مخبز يعمل بنظام الإشراف. فمطلوب اليوم وهي طلبات من أهالينا يعني بهالمحافظة أو الساكنين في هذه المحافظة، من أهالينا من كل المحافظات موجودين أكيد هون أكيد. أنه التجديد أكثر على موضوع الوزن في المخابز التي تعمل بنظام الإشراف. جزء منها جيد يتقيد نوعا ما بالوزن، وجزء منها فيه مشكلة بموضوع الوزن. نعم. هلأ أستاذ الكريم أنا هو طلب ممكن تنزلونيا أستاذ الكريم. لما تكلفت بهي المهمة بالشهر الثامن لحد اليوم تم إعفاء مشرف مخبز كان عم يتلاعب بالوزن. تمام. وتم تنظيم على ما أظن ضبطين بموضوع نقص الوزن. نعم. يعني تم إعفاء مشرف وتنظيم ضبطين بخصوص الوزن. فنحن من حوالي شهر ما اجتنا اي شكوى على موضوع الوزن، حتى هناك جولات للسيد المحافظ. نعم. اثنى على العمال وكافئون ويعني بتوقع هذا الموضوع فينا نقول انتهينا منه، موضوع نقص الوزن. هلا نقص الوزن بيدخل فيه عامل الجشع احيانا من المشرف، حتى من مدير المخبز، حتى احيانا من رئيس الورديه. يعني كمان مدير المخبز احيانا ما بيتواجد 24 ساعه، بده يرتاح، بده عنده ظرف كذا. احيانا ممكن تعرف انت الطمع بس بيكون يعني هالامر محدود جدا، يعني لانه نحن مثل ما قلت لك دائما في موضوع الرقابه، في شكوى المواطنين، في دوريات حمايه المستهلك، في دورياتنا نحن. انا كمدير نطلع نحن مطالبين من ادارتنا ومن وزارتنا انه نطلع
جولات على المخابز وبدون إعلام وبدون ما يكون عندهم علم بهالموضوع هذا ونتأكد من الموضوع. فالموضوع محصور يعني ممكن أنا يعني ما فينا نقول إنه التلاعب 100% لأنه هذا لا لا ما حد عم يقول التلاعب 100% لكن موجود ببعض قصدي إنه التلاعب قصدي إنه ما إنه موجود بنسبة 100% لا هو موجود بس بشكل كتير يعني مقتضب ومانو يعني انه بطريقه مثل ما بيقولوا شائعه يعني هو طلب لحظي يعني هو طلب من الاهالي بتجديد الرقابه بنتوقع انه يعني حتكونوا متجاوبين مع هذا الطلب. لنا تواصل مع كثير من زملائكم بالاعلام دائما بيخبرونا بحال وجود انتاج سيء او نقص بالوزن او بالجوده يعني نحن دائما عم نعالج ومشرفي المخابز ومدراء بيعرفوا انه هم تحت المجهر بهالموضوع هذا لانه دغري نحن عم نحكي مع مدير المخبز نقول له 1 2 3 وتواصل مع المواطن طب. فالموضوع طب. عم نحصره وفيني بقول لك انه موضوع التلاعب او نقص الوزن يعني كثير الموضوع خف بنسبه فيني بقول لك فوق 90% طب. هالموضوع طيب هذا. في معنا ايضا اتصال تفضل الو تفضل نحن على الهواء تحياتي استاذ مازن اهلا وسهلا فيك اولا انا بدي اوجه شكر كبير كثير لك لا بس هموم المواطنين هذا واجبنا برنامجك عبر برنامجك كثير يعني نحن متفائلين هيك بحضرتك وطبعا بدي اتشكر ضيفك الكريم انه يسمعنا كمان اهلا وسهلا فيك تفضل رح اقول انا محسن حماد بالسرسكيه نعم بخصوص الخبز نحن المعتمد اللي بيجيب الخبز من مخبز خربز الجوزي نعم الهم هلا انا رح احاول اكون ايجابي ما اكون سلبي يعني بطرح الاشكاليه خلينا نقول انه خلينا نتعاون لحل هاي المشكله الخبز عم يوصلنا حقيقه كثير سيء يعني كيف سيء انه عم ينضب الخبز بالاكياس بالعبوات وهو ساخن جدا عم يوصلنا نعم معجن وما عم ينفصل الرغيف عن قطعتين الرغيف عن بعض نعم وضع كثير سيء نعم زائد انه هذيك اليوم لاحظنا انه عم ينزل بالعجين انا توقعت انه تكون قطع دهان او شيء من الاسقف يعني نعم فالمعتمد عم يقول لي لا هي من ورقة الخميرة ممكن تكون فلتانة قطعة ورايحة بالطول نعم طبعا اتكرر هذا الموضوع اكثر من مرة طيب بيعطي لون ازرق عم يقول لي المعتمد قال لي لا هي ما دهان هي من ورقة الخميرة يعني بتكون موجودة طيب الفكرة مثل ما فهمت انا من المعتمد طبعا نحن الشكوى لا المعتمد يعني انا ما اعتبرها شكوى خلينا نسميها لفت نظر نكون ايجابيين يعني متعاونين مع بعض نعم الفكرة انه عم يحكي المعتمد انه في خط تبريده مانو يعني خط قصير بحيث انه عم يوصل الخبز وينضب ما عم يكون بارد او فاتر يعني عم يكون ساخن منيح يعني نعم فبنتمنى انه يصير طبعا انا ما عم اطلب انه نحن معتمدنا ياخذ من خط بارد وينتقل الخط الساخن يعني لجهة اخرى لانه اخر شيء المحصلة هو انه تنحل الاشكالية هاي اكيد ويصير تبريد جيد يعني بحيث انه يوصل الخبز للمواطن بحالة جيدة وصلت الفكرة تماما هي في اي ملاحظة اخرى؟ والله هي الفكرة وانا طبعا بدي اشكرك وشكر ضيفك الكريم واجبنا اهلا وسهلا اهلا وسهلا وشكرا كثير كثير اهلا وسهلا فيك هلا استاذ بخصوص الشكوى تبع الاخ المواطن هي شكوى خربة الجوزية يعني اكثر من شكوى وردت بخصوص خربة الجوزية نعم هلا بالنسبه لهي الشكوى هي الشكوى انا وصلتني وتواصلت مع مختار القريه يمكن وخليته يتواصل كان في جوله احد المسؤولين بالمحافظه وتواصلوا معي وخليت المختار يتواصل مع مدير يعني مدير المخبز صار التواصل بيناتهم موضوع المعتمد عم يقطع مسافه طويله يعني هو معتمد لمنطقتين فعم ينقل الخبز من المخبز لمنطقه وبعدين يروح على منطقه هذا الموضوع التعجين باكد لك انه سببه التكديس الخبز فوق بعضه يعني يكون معه عبوات بعبوات بلاستيكيه نظاميه عم تكون وقت اللي بتكون مده طويله احيانا من 8 الصبح مثلا اذا للاربعة اللي يوصلوا الخبز وبتمنى تتاكد من الموضوع هذا انا هذه الشكوى انا راقبتها وعالجتها الموضوع سببه الفتره الزمنيه الطويله اللي المعتمد عم يلف فيها الخبز يعني عم يروح على منطقتين فهمت علي كيف عم يوصلوا لمنطقه وهي منطقه السرسكيه وكذا عم يطول كثير لحتى يجيب لهم الخبز يعني يمكن من 8 الصبح للأربعة اللي يوصلون الخبز ما في امكانيه يكون اكثر من معتمد اول شيء هذا بيخص المنطقه المنطقه هنا بيروح على مديريه التجاره الداخليه وبيقدموا طلب اعتماد والطلب الاعتماد بيجي لعنا ونحن ما عم نوقف اي طلب اعتماد البلديه المختار لكن المختار بالوحده
طيب وحدات الإدارية يعني هذا الموضوع. طيب. أنا طيب الجانب اللي يتحدث فيه الجانب المواطن أنه في خط تبريده قصير كيف ممكن معالجة هذا الموضوع؟ هلأ لك شغلي خربة الجوزية من المخابز اللي صار في جولة كمان من السيد المحافظ عليها من فترة وأثنى على شغلهم وزاروا ساعة 2 بالليل وكان الخبز جودة ووزن ممتاز وطبعا زيارة السيد المحافظ موجودة على صفحة المكتب الصحفي بإمكانك تتأكد وأثنى على عمال مخبز خربة الجوزي اللي طبعا اللي شملتهم الجولة والرمل ومخبز الرمل إذا ما في مشكلة فنية بالموضوع لا ما في مشكلة الموضوع طيب. الفترة الزمنية الطويلة اللي عم يضل فيها الخبز مع المعتمد ولو كان الخبز أستاذ موجود بصناديق بس الفترة الزمنية الطويلة تحت الشمس وبالحرارة وكذا هذا بتخلي الخبز إجباري يعجن يعني لازم يوصل بساعة ساعتين مو أكثر من هيك لعند نحن رح نتابع مع الجهات الإدارية المحلية بهذا المكان بخصوص يكون أكثر من المعتمد ولكن يعني أنا وصلتني رسائل رح فرجيك إياها تحت الهواء بعض أرغفة الخبز عم يكون فيها مادة تشبه فعلا الدهان أكثر من رسالة وصلتني واليوم الأخ المواطن اللي اتصل عم أنا شفت اليوم تعليقات ظنوا تعليقات على على الإعلان اليوم الأخ المتصل عم يذكر أنه شيء يشبه الدهان المعتمد عم يقول له لا ورقة خميرة كيف تحدث هلا أنا قبل ما أجي هذه الحالة في مخبز هو نظام إشراف لا آلي مخبز آلي يعمل مخبز آلي يعني أكيد يفترض أن تكون الرقابة عليه أشد أكيد كيف عم تحدث هلا بموضوع الرقابة شديدة على الإشراف وعلى الآلي لأنه اثنيناتهم يعملون تحت مؤسسة السورية للمخابز يعني الرقابة قولا واحدا على اثنين صارمة وشديدة هلا الموضوع أحيانا الخميرة بتجي بعبوات هاي العبوات تتقشر بتكذا ممكن العامل يعني اللي عم يحط الخميرة بالعجنة يعني لزقت يعني بتكون هي عبوة الخميرة يعني بتكون ملزقة تلزيق عرفت علي كيف بفكها العامل عرفت علي بيحطها بالعجانة مع الطحين مع الدقيق مع الملح مشان تعرف انت هون احيانا يعني ممكن انه ورقة هي الخميرة تنزل بالهذا معالجة هذا الموضوع هذا دائما بالتوجيهات وبالرقابة وبالكذا طيب هي لم تحدث في مخابز اخرى استاذ لا بمخابز ثانية يعني ما اجت اي شكاوى الا من هذا المخبز تحديدا مخبز يمكن تتكررت هي الشكوى للمرة الاولى اللي بتوصلني عن طريق من خربة للمرة الاولى مرة الاولى نحن اول مرة بتوصلنا كرسائل واجانا اتصال نعم ما اجت هل هذا الموضوع انا تواصلت قبل ما اجي معكم تواصلت مع مدير المخبز قلت له فيه بعثت له الصورة على الواتس طبعا انه شوف لي هذا الموضوع بس هلا الاخ المواطن عم يقول انه هذا ما ندهان هي من الخميرة مثل ما قلت لك خميرة بتيجي بقوالب يعني معبأة وملزقه يعني مثل ما بيقولوا يعني بينشال غلافه وكذا فهي اهمال من العامل هذا نحن بتعرف في اجراءات في عقوبه في تنبيه في انذار بتوصل للفصل اذا كان الموضوع صحي يعني دائما الالتزام بالشروط الصحيه بالنظافه في اي مخبز هي خط احمر نظافه الرغيف او نظافه المخابز هي عندنا مثل النظافه الشخصيه تماما لانه هي الرغيف عم يفوت على كل بيت على كل يعني ما في حدا منا الا بيتناول رغيف الخبز ما هيك يوميا فالموضوع هذا اجباري ضمن الاهتمام نحن بشكل اسبوعي بنبعث عامل مشان القوارض مشان الحشرات مشان الفئران مشان اي شيء بيرشوا المخابز بالاضافه لكل يوم جمعه الصيانه بتشمل التنظيف والتعقيم وشطف المخابز وتنظيف الالات كلياتها من بقايا العجين من الرواسب من اي شيء يعني النظافه عندنا يعني هذا لا يمكن يعني نقبل فيه ولا حتى نساوم عليه او نحكي فيه هذا يعني خارج النقاش هذا طيب. امر محسوم طيب نحن رح نبخذ موضوع رسائل عم تورد للبرنامج يعني احد المخابز في حي صليبه يعني يوجد شكاوى تتعلق بموضوع النظافه هناك في مشكلة نعم. يعني حتى يعني عم يعني نعم. يحكوا المواطنين المجاورين للمخبز لحد الآن في حشرات وصلت عم تطلع لا. أو جرذان عم لا. تطلع من هلا حشرات لا بس في موضوع مخبز صليبي هو أقدم مخبز يمكن على مستوى سوريا مخبز قديم بخطوط قديمة بأعمال مثل ما بيقولوا براجارات بكل شيء قديم المخبز ونحن من يعني من هلا للأسبوع القادم المخبز رح ينعمل له عمرة كاملة أعمال مدنية
وصيانة آلات، لأن هو من المخابز القديمة، حتى بيقولوا قديم يعني قديم كثير المخبز. عندنا آلية تبريد الخبز فيه بتتم عن طريق مرشات مائية، يعني هذا الخبز صغيرة، هو منبيع الخبز فيه مو على عدد 7 أرغفة، منبيعه على الوزن، لأنه خبزته صغيرة. يعني هو من المخابز القديمة جدا، وآلية إنتاجه قديمة جدا، هي عن طريق إنتاج الخبز فيه عن طريق الطوابع، يعني مثل يعني خط عجين بمر وبتجي مثل قوالب بتطبع وبتطلع. فهو قديم بموضوع الصرف الصحي، الصرف الصحي اذا فينا نقول، وبموضوع آلاته. فهو ما في ادويه لمكافحه عم نكافح او القوارض الموجوده، عم نكافح، لكن الرقارات اللي فيه كثير ما عم خلق قديمه كثير، يعني رغم المكافحه ورغم الكذا، يعني عم يضل فيه نسبه قليله جدا. بس هذا ما هي كلها بالارض وليست على خطوط السير او بتقرب الخبز، يعني ممكن تشوفها بعين مجرده انت مثل كانك مارق بالشارع، ممكن تشوفها يعني تشوفها قدام المخبز او كذا، اما ضمن البناء لا يوجد هالامر هذا. فهذا الموضوع عم نعالجه، ومخبز صليبه الاسبوع القادم بده يتوقف وبده يقضى على اعمال مدنيه وتحديث في حل وتحديث خطوطه. وعد نهائي، وعد نهائي لاخوتنا المشاهدين المستمعين اللي عم يتابعونا، انه مخبز صليبه في كثير شكاوي عم توصلني، الموضوع خارج عن إرادة الموظفين وإرادة العمال الموجودين فيه. الخطوط قديمة جدا، بس نحن عم يلبي طلب الأخوة المواطنين، يعني بالمنطقة بتعرف أنت، في نحن عم نحكي عن قطاع المدينة، قطاع المدينة دائما في طلب عليه على مادة الخبز. فإيقافه بداية الأسبوع القادم إن شاء الله، ونوقفه ونبدأ بأعمال صيانة مدنية وتحديث آلات وخطوط. طبعا خلال السنوات الماضية سومات، يعني فريقنا الميداني اللي بيزور المؤسسات بالقطاع الخدمي أيضا يزور المخابز. نعم. خلال جولات الاستطلاعات رأي أو لا تقارير، تم ملاحظة أمر وهو يتكرر بشكل دائم. نعم. ويعني برجع أنا بقول لك شغلة، أنه مو إذا ذكرنا ملاحظة فهي موجودة بكل المخابز. بجزء العمال بقسم العجين ممكن. نعم. بحرارة الصيف انه يكون مثلا بعض العمال عاري الصدر هو وعم يشيل العجين. نعم. طبعا هذا الامر انه ما عم ينضبط 100%. يعني نتمنى وهو رجاء من الاهالي انه يكون في ضبط للحالات اللي بتتعلق بالنظافه والشروط الصحيه. صحيح. بالمخابز. صحيح. على الاقل العمال يكون في عندهم لباس لو مريول خفيف. صحيح. لحتى انه لما يستخدم العجين او يمسك العجين يكون في حفاظ على الشروط الصحيه. هل هذا ممكن في كل المخابز؟ هلا نحن في كتب بينه وبين وزاره الصناعه مع انه نراسل شركه وسيم اللي تابعه لوزاره الصناعه اللي بتنتج مثل بيقولوا مراويل للعمال، وقريبا رح يكون هذا الموضوع منتهي ورح يبعثوا لنا هالمراويل ليلبسوها العمال. ويعني من لما اجيت انا من حوالي شهر راسلنا وزاره الصناعه مشان هذا الموضوع، وقريبا جدا رح يكون يعني اللباس العمالي كما يقال موجود وجاهز، يعني ما حيكون عاد في مشكلة. لا أبدا. طيب هلأ في موضوع الأكشاك. نعم. الأكشاك الرسائل اللي وردة للبرنامج، يعني في قسم مثلا بيكون في بساعة محددة ينتظر مواطن. صحيح. وصول الخبز. صحيح. ممكن يتأخر ساعة، ساعتين. صح. ثلاثة، في بعض الأكشاك أكثر. طيب هذا طبعا هي الأكشاك عم تكون هي مركز بيع بموجب البطاقة. صحيح. طيب كيف ممكن ينحل؟ احدى الرسائل اللي وردتنا هي من الزقزقانيه قرب مشفى العثمان. نعم. انتظار طويل من ساعات الصباح الاولى لوصول الموظف المسؤول عن الكشك. نعم. الخاص بالخبز حتى. نعم. توصل سياره الخبز، فتختلف الاوقات الوصول، يعني بيصير في ازدحام لعدد من الناس. نعم. هذا كمثال. وسيارة الخبز ما وصلت، تأخرت، اليوم توصل 8، بكرة توصل 9، بعده ممكن بوقت ثاني. أسباب هذا التأخر وشو مصادر الخبز؟ أنه من أي مخبز يفترض تكون؟ هلا عندنا نحن عدة مخابز محافظة اللاذقية يتبع لها أكشاك، مخبز الرمل، مخبز بسنادة، مخبز دمسرخو، ومخبز الصليبة، وفي عندنا مخبز القرداحة، ومخبز جبلة، ومخبز خربة الجوزية. هدول إلهم أكشاك. هلا موضوع الانتظار مثل ما قلت لك، نحن تأخير إنتاج الرغيف بيكون بسبب صيانة، بيكون بسبب عطل معين.
في عنا عطل بدنا بتعرف لا يمكن إنتاج رغيف وفي عنا عطل بدنا نصلح العطل بعدين ننتج رغيف فالتأخير بيكون بسبب عطل عطل ما أكثر ولا أقل لأنه ساعات وصول الخبز على الكشك محددة ومعروفة بالنسبة للمواطنين حتى هل عندك مثلا مخبز بسنادة حاليا عم نعمل له صيانة للخط الثاني كبيت نار وكخمار فعم نجيب له خبز من المزارعة المزارعة اليوم تواصلت معه وكان عنده عطل مبدل قشاطات الخمارة عنده عطل فقلت له يعني دغري بتعرف نحن بس يصير تأخير على الخبز دغري بتتبلش الشكاوي وبيوصلنا وطبعا بعمالنا بيحطونا بالصورة مدراء المخابز انه نحن بدنا نتأخر هيك لهالسبب هذا فكان عنده عطل بمخبز المزارعة اللي هو هلا عم يغذي بدال مخبز بسنادة عم يجيب خبز من هيك حوالي 6000 ربطة تقريبا تتوزع على الأكشاك فدائما تأخير هلا بيكون بسبب عطل طيب ببعض الأكشاك ممكن يكون تأخير لكن يعني أصحاب الشكوى عم يذكروا أنه هذا الموضوع يتكرر بشكل دائم كيف ممكن نحن نلاقي لهم حل لهالمشكلة بدلنا من حوالي شهرين لهلا حوالي ثلاث عاملين أكشاك في ثبت عندهم تجاوزات ومخالفات غيرناهم يعني والحل كمان بزيادة عدد الأكشاك طيب زيادة ممكن نوعدهم للي بعثوا لنا الشكوى لأهالينا الساكنين بهذيك المنطقة أنه تتابع هي الشكوى من حضرتك ويكون إلى حل هلا الشكوى اللي وصلتني أنا كانت بالفترة الماضية هي الأيام الماضية بعد ما خروج الخط الثاني بمخبز بسنادة يعني فيني بقول لك إذا ما كان في عطل ما لا يمكن يصير تأخير على مادة الخبز نوعدهم بالحل نوعدهم أكيد نوعدهم طيب أيضا يعني حتى الشكاوي من بعض المستثمرين بدون ما نذكر أسماءهم للمخابز التي تعمل بنظام الإشراف طبعا هي يعني موضوع عم يحكي أنه أنا لما بيصير عندي عطل موضوع الصيانة الدورية لما بيكون يوم عطلة لما بيكون يوم عطلة يوم جمعة المخابز انحصرت أيام العطل بيوم الجمعة. كان سابقا يوم الجمعة والسبت صحيح يوم السبت في موجود بالمناطق الصناعية صحيح والمناطق اللي فيها عدد صناعية أو حاجة لأي صيانة في ناس فاتحين يوم الجمعة ما في طيب أنت تركت هذا اليوم للصيانة يوم الجمعة ما تركت يوم آخر عمليا هو فقط تنظيف ما في صيانة إذا ما كان في دائما صيانة دورية ومتابعة ما بيكون في حلول بيوم العطلة هل يمكن التقدم من قبلكم للوزارة لحتى أنه يعملوا عطل بالتناوب صحيح بحيث نخفف من موضوع الأعطال بالمخابز ويكون في حل هلا نحن الأعطال إذا يعني الأعطال الكبيرة واضحة يعني عم تكون واضحة مثل مثلا تغيير سلسلة بيت نار إعادة عمرة بيت نار هلا أما الأعطال البسيطة تبديل جنزير تبديل خط سير هي ممكن يعني فورا يعني بشكل يعني أثناء والعمل شغال بيكون في صيانات يعني عم نعملها بالمخابز اللي فيها خطين هلا في خط عم يتوقف احيانا ساعه ساعتين ليعمل هلا الصيانات الكبيره واضحه يعني بتكون معروفه بتكون ضمن برنامج يعني نعرف شو اما كمحرك استاذ او كخط سير او مثل ما بيسموه فيه مصطلحات هيك للمخابز يطقه كوسينا راكور هالشغلات هي يعني بتتعالج اثناء العمل ما في مشكله اما الاعطال الكبيره بتكون واضحه يعني الصيانات الكبيره بتكون واضحه بنكون نحن مجهزين للقطع التبديليه وبنشتغلها بيوم جمعه عندنا فنيين للمخابز فنيين بيعملوا صيانه للمخابز وقادرين حتى المخابز نظام الاشراف طبعا من طبعا طبعا لا هلا المشرف نحن لازمين يكون عنده فني اجباري بده يكون عنده فني لانه المخبز حتى بالحاله الطبيعيه اجباري لازم يكون فني لانه ممكن مثلا موضوع الرقاقه ممكن تعرض الخبزه تصغر العجينه عم بحكي فبده اجباري كل مخبز بده يكون فيه فني حتى بالمخابز الخاصه يوجد فنيين اجباري هذا الموضوع يعني اجباري للمخابز الاليه والاشراف حكما يوجد فني ومع ذلك يعني وجود يومين بالتناوب للعطلة حتى للمواطن هي أفضل يعني دائما ما كانت سابقا دائما الوزارة عم تعمل دراسات دائما من ناحية إيصال الخبز للناس يعني وقت وصلنا لآلية الصناديق وإغلاق الطاقات وكذا كل هذا كان بناء والتوطين كذا كله بناء على دراسات فالوزارة دائما وقت عم في لجان دائما عم تدرس
كيف الآلية المريحة والسهلة والسريعة بس تاخذ يعني دائما دراسة يعني حتى الدراسة ممكن تتغير اذا معمولة أكيد اذا كانت ما بتناسب يعني الدراسات لا المواطن ولا استاذ مازن قصدي الدراسات دائما موجودة عم يصير دائما دراسات لحتى نوصل للآلية المثلى فهنن اذا لقوا انه لازم يكون في يوم عطله غير يوم الجمعه اكيد راح هلا نحن توحيد العطله ليوم الجمعه مشان سهوله مراقبه جميع المخابز انه بهذا اليوم بيوقفوا بيعملوا صيانات وبيعملوا اصلاحهم وخلال ايام اسبوع دائما يعني هي الاليه وهي مده الدوام وهي الرقابه بهالوقت هذا طيب قبل ما ننسى موضوع المعتمدين يتم اختيارهم دائما من يعني من الإدارة المحلية لجان الأحياء المخاتير والبلديات بيكون طلبوا بناء على زيادة عددهم أو تبديلهم كله بيبدأ من المختار ما له علاقة فيهم إدارة المخابز؟ لا ما له علاقة أبدا لا نحن مثلا له علاقة مثل فقط بالرقابة مثل الشكوى تبع الأستاذ تبع السيرسكي أثناء المحبس فقط مثل الشكوى اللي هلا وردت تبع السيرسكي نحن تواصلنا مباشرة مع مختار القرية قلنا في معتمد تواصلنا مع مدير المخابز قال لي هذا المعتمد عم ياخذ كمية هي المنطقة وكمية منطقة ثانية تمام فعم يطول كثير لحتى يوصل على السيرسكيه فهذا يعني الخبز عم يطول لحتى يوصل للناس يعني موضوع جوده الخبز يعتمد كثير على موضوع النقل, على موضوع النقل موضوع والمده المده الزمنيه طبعا. اما نحن مثل ما قلت لك مخابزنا فيها سجلات بيوقع فيها المعتمد على انه استلم خبز بنوعيه جيده ووزن ممتاز دائما طبعا. هذا الموضوع طب تاثير الخميره والطحين نعم. يعني حسب يعني ما وصلنا من معلومات انه الخميره الطحين ومصادرهم الخميره الى في عده مصادر عم تجي منها وفي الطحين عده مصادر صحيح. تاثير صحيح. ذلك على جوده الخبز يعني هلا مثل ما وقت سالتني عن موضوع الرقابه على الخبز الخبز بيدخل فيه بجودته عده امور الطحين الخميره والانتاج وخطوط الانتاج والعمال كلياته هذا يعني خط واحد كلياتهم بيتكاملوا قلت لك اياهم بيتكاملوا وبيتكاتفوا مع بعض لانتاج رغيف بجوده ممتازه فدائما مشكوره السوري للحبوب دائما بتلبينا ودائما وقت اللي بنحكي او بنحكي بنقول نوعيه فيها الملاحظه فيها الكذا في يعني دائما عم يجاوبوا معنا ومشكوره كمان مديريه الكهرباء وقت اللي عم يصير عطل بمجموعات التوليد عندنا عم نتواصل معهم عم يجيبوا لنا الكهرباء على المخبز وحتى لو كانت المده طويله لانه في عندنا مخابز بتشتغل على مدار الساعه والخميره كمان تواصلت من فتره مع مدير معمل الخميره بوزاره الصناعه وخبرته كان في ملاحظه هيك فخبرني عن شو بتعرف انت الحصار وسلبياته واثاره علينا يعني كثير الحصار الجائر والحرب الظالمه اللي علينا كثير عم تاثر على المواد الاوليه تبعنا طيب يعني سؤال عام هل انت راضي عن الخبز في كل المخابز ان شاء الله رب جوده الخبز ان شاء الله نحن كل المخابز هلا اقلك شغله ما في يعني نحن عم نشتغل يوميا وعم ندرس ساعه يعني ومخابزنا فيني نقول لك بنسبه 60% على مدار الساعه على مدار الساعه عم نشتغل فنحن يوميا على متابعه وعلى تواصل وجولات ولجان فعندنا لجان لاستلام كافه المواد بتاكد انه هالماده استلمناها بنوعيه ممتازه بكذا فنحن دائما بمتابعه لنوصل للرضا طبعا ما في عمل كامل 100% استاذ سومر مو مطلوب بس رضانا نحن مطلوب رضا الشارع والناس عنا اكيد نحن يعني رضا الكامل انه 100% مستحيل باي مؤسسه صحيح 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 طبعا. ان شاء الله نحن عم نعمل لنوصل لرضا يعني بنسبه ممتازه ان شاء الله طيب هلا في كميات من الخبز بتكون هي بيسموها العجنة الأولى أو الوجبة الأولى أو نعم. طيب هي الوجبة هل هي تباع للمواطن؟ لا أكيد لا لا تباع لا نحن الأغلب شغلين الخبز التالف أو عم تحكي عنه العجنة ما في شيء اسمه العجنة الأولى والعجنة الثانية والعجنة ما بيصير نحن بيتحمى بيت النار بتتجهز الآلات قبل ما نبلش بالعجنة الأولى بس لكن أنا أحيانا ممكن يصير رفة كهرباء ممكن يوقف الخط شوي صغيرة هذا ما بيخلي المخبز ينتج خبز بنوعية ممتازة هذا في نسبة حوالي تقريبا 3 بالألف مسموح لنا نحن على كل طن 3 بالألف نعم. هذا يسمى يعني بين خبز غير صالح أو بين قوسين تالف أو يعني هذا يعني على كل واحد طن يعني بيطلع لنا هالموضوع هذا طيب يعني شكاوى من الاهالي على بعض المعتمدين نعم. انه ليش الخبز اليوم هيك طبعا مو بكل الايام باغلب الايام الخبز جيد نعم. ليش
ذكروا لي بالفرن انه هي الوجبه الاولى او هي الدفعه الاولى او ما شابه. هلا اطلق لك، هذه موضوع بيدخل يعني مثل ما قلت لك بالحجج، يعني ممكن مثلا ما نناقله بطريقه جيده، مطول لحتى رايح مثلا قاضي شغله المعتمد احيانا مثلا المعتمد. لكن لا يتم البيع لا يتم الدفعه البيع الاولى قولا واحدا. نحن ملزمين ومجبرين ونتحاسب على الموضوع هذا، انه اذا نحن مثل ما قلت لك نحن لازم نسلم خبز بجوده ممتازه وبوزن ممتاز، هذا نحن ملزمين فيه، انتاج الرغيف بالجودة الممتازة. فممكن مثلا المعتمد عنده شغل راح عمل شغله وتحجج للناس والله انه هي العجنة الاولى او كذا، اما لا، او يعني مثل ما قلت لك النقل بيدخل وبيلعب دور كبير بوصول الخبز بالجودة الممتازة للاخ المواطن. طبعا بنهاية هذا اللقاء الاستاذ سومر مخلوف مدير فرع السورية المخابز، شكرا لك. طبعا يعني نحن هدفنا دائما ايصال اي شكوى من اي مواطن الى الادارات، يعني ممكن بعض المواطنين يقول انا كيف بدي اوصل لاداره السوريه المخابز، لاداره مديريه التجاره الداخليه وغيرها من المؤسسات، فنحن واجبنا كاعلام نوصل اي ملاحظه مهما كانت لكم لحتى تضووا عليها، والملاحظات بالامكان العمل على حلها حتى ايضا تعملوا على حلها. نشكرك جزيل الشكر. مشكورين كثير لكم مدير فرع السوريه المخابز. شكرا لكم، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. وكل الشكر لكم مستمعينا على أثير إذاعة أمواج ومشاهدينا على قناة أوغاريت. نلقاكم في حلقة قادمة وملف جديد. إلى اللقاء.